السلام عليكم. اليوم راه شقلي نتكلم في القضيه ديال 35 مليون اللي قال لك يربحوها في ساعتين ديال المكانه في لايف ديال التيك توك. ولكن اكثر مبلغ جاني في لايف 35 مليون، كنت دخلتها وقيله جو سويرونس لايف واحد 35 مليون. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش كيربحوها وشكون اللي كيعطيهم هاد الفلوس كامله، شكون الرابح من هاد الشيء كامل، واشنو هي ديك الكلمه ديال كبسوا كبسوا اللي كيقولوا في اللايف، وداك السبع اللي كيهضروا عليه دخلني سبع لا حولي سبع، بشحال كيتشرى وشحال كياخذوا عليه في اللايف، وشنو هي ايجابيات وسلبيات اللايفات. اليوم غادي نعطيكم واحد الشرح مفصل وبطريقتي، غير هو انا ما كنصح حتى شي واحد بشي حاجه وما كنصح حتى شي تطبيق. درت هاد الفيديو باش كلشي يفهم، واللي ما انستاليش تيك توك دار خير في راسو وتهنى. اول حاجه باش تحل لايف في تيك توك تيفرضوا عليك يكون عندك اكثر من 1000 متابع ويكون عندك اكثر من 18 عام، سواء حطيتي فيديوهات او ما حطيتيش هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه بالربح ديال المشاهدات، لانه الربح في تيك توك كيدخل من اللايفات. اما الربح من المشاهدات عاطينو غير بعض الدول في اوروبا وكندا وامريكا، وهنا ولا كنتي في هاد الدول وبغيتي تربح من المشاهدات خاص يكون عندك اكثر من 10000 متابع وتكون كدير واحد المحتوى اصلي، كيولي عندك واحد سيستم سميتو تيك توك بيتا، هنا كتولي تربح من المشاهدات عادي. ارنا دابا نرجعوا لقضيه اللايف في المغرب، خاص يكون عندك اكثر من 18 سنه ويكون عندك اكثر من 1000 متابع باش تقدر تحل لايف. ولا حليتي لايف هنا بيت القصيد عندك اسيدي بزاف ديال الاختيارات، يا اما تكون مصحاب محتوى هادف وعندك نقاش عقلاني في اللايف وكيكونوا مجموعين عندك غير الناس الكلاس، يا اما دير فيها ابو هالي وتجيب الضحك لراسك. كسكاس انا البرمه والكسكاس، انا البرمه والكسكاس، انا البرمه والكسكاس، انا البرمه والكسكاس، انا سمكه انا سمكه انا سمكه، انا مخلص انا مخلص، انا بيضه انا بيضه انا بيضه انا بيضه انا بيضه انا بيضه، انا شكه انا شكه انا شكه انا شكه، انا برمه انا برمه انا برمه. ويا اما مصحاب طلص سكين جبير وطلص السينيال في وجهك وهرس البيض على راسك وتقدر تنبح كاع وتقدر دير اي حاجه طلبوها منك. قلت لك حكم الكلب نبح. وكاين واحد النوع ما كيحتاجش هذا الشيء، كيكون صوتو زوين كيقرا قران او عايش في الطبيعه كيدير واحد الروتين الباديه بلا داك الجقير الخاوي بلا داك البكا والشكا، او بحالي في اللايف مره كنديروا واحد الموضوع اجتماعي ولا واحد النقاش سياسي او لا كندير واحد التحديات كنتعرف على الناس من مختلف البلدان كنتعرفوا على الثقافه ديال واحد اخر، ومره مره كنسجل داك اللايف كنحطو عندي كمحتوى، يعني عصوريني بحجر. انا قريت التاريخ تاع بلادنا منحوشه على واحد اخرين. وتاريخ بلادكم غير الشياطه ديالنا. شنو علاقتك بالمغرب مثلا؟ المغرب خاوتنا عادي. ارنا دابا غادي ندوزو للدرهم وكيفاش كيضربوا 35 مليون في ساعتين ديال المكانه في لايف واحد. هانتوما لاحظوا معايا، كتدخل هنا لشي لايف اي لايف كيما بغيتي كتدخلو في التيك توك، كتدخل كتلقى هنا واحد الخانه فيها واحد الكادو، هذاك الكادو ماشي فابور، كتدخل هنا كتلقى كاع داكشي اللي بغيتي تشري بفلوسك الشخصيه اللي في حسابك البنكي، داكشي كتشري بفلوسك كتشري مثلا هنا سبع ها هو دا السبع كتشريه فيه 34000 مجوهر، هاد السبع هذا 34000 مجوهرة الا بغيتي تشريه غيطيح عليك ب 5000 درهم، 5000 درهم كتشري داك 34000 مجوهرة اللي كتعطيك الحق انك تصيفط داك السبع في اللايف، انت كتشريه كتصيفطو لداك خونا في الله في اللايف، انت صيفطتيه لشي واحد في اللايف شحال كيتخلص عليه هو في نظركم؟ انت شريتيه ب 5000 درهم هو شحال غيشد عليه؟ غيشد عليه 1700 درهم، هو انت شريتيه ب 5000 درهم من هنايا هو كيوصلو 34000 ريال، فين مشى داك الفرق؟ مشى اسيدي لعند الشينوا الشركه ديال التيك توك هي الرابح الاكبر في هاد الهمزه، وهي بحال داك الوسيط كي تنقولوا بيناتكم، هي كتعطيك الفرصه فين تتحل لايف وفين يجي داك الشخص اللي عنده الاعاقه يشارجي داك الكادو ب 5000 درهم ويصيفطو لك انت غتوصلك 34000، داك الفرق كتكحطو هي 70% من القيمه ديال الهديه كتاخذها تيك توك وانت كتعطيك 30% تقريبا بالضبط، فتخيل داك 35 مليون اللي دخلات في لايف هكا بالسبوعه والقيامه الكحلة والغوات وتطلاس الزعفران والسكين جبير والبيض والغوات وكبيسو، الشركه ديال تيك توك خدات معاهم 70 مليون من الناس اللي دعموا في اللايف، من جيوب الناس ماشي من جيوب هذيك السيده اللي في اللي في اللي في اللايف، لا من جيوب الناس اللي كيكونوا مور تليفون كيشارجيو لي كادو ديالهم، دات معاهم تيك توك في داك اللايف 35 مليون دات 70 في مليون او 65 مليون، المهم 70 مليون داتها بارده في امان الله وحفظه. دابا هذاك اللي ما كانش فاهم هاد القضيه هادي صدمتك ياك، وهذا هو الواقع. وانا غادي نعطيكم دابا واحد الحساب باش متبقاو تدخلوا لشي لايف تعرفوا شحال داخل عنده في داك اللايف، باش بلا ما يقول لكم هو انا دخلاني مليون جوج نتوما غتعرفوا شحال داخل. دابا دخلتي شي لايف ومثلا ودخلتي مكتوبه عنده 70 كا يعني 70000، نيشان نربطها بالريال يعني 70000 ريال، سبع كتشارجيه ب 34000 دياموندا يعني 34000 ريال داخله داك السيد 1700 درهم،
فهمتوا كيفاش؟ سهله وبسيطه، بمعنى بسيط يعني داك الورده، الورده هي ارخص كادو كاين في التيك توك. هذيك الورده فاش كيلوحها شي واحد في اللايف بحال لا كيلوح ريال، 100 منها 100 ريال، 20 منها 20 ريال درهم، ورده كتلاح بريال، سهله وبسيطه. دابا غادي يجي يقول لي واحد ايوا من التيك توك كتاخذ 70% وهما كيديو 30% فقط، ايوا علاش اصلا كيدعموهم وكيعطيو للشينوا؟ حريه شخصيه، بنادم عنده فلوس كيبغي يشارجي لي كادو كيصيفطهم لاي واحد بغى في اي لايف، اي واحد بنادم حال واحد اللايف شنو ما كان كيدير، كيجي واحد عنده الفلوس كيدعمو. سواء كنتي مغربي قد يجي عندك شينوي يدعمك، كنتي شينوي يجي عندك مغربي يدعمك، العكس يعني ما تعرفش شنو كاين. وبنادم فاش كيشارجي راه كيشارجي من ماله الخاص وكيلوح لك في داك اللايف، هو كتلقى القصد ديالو اول حاجه يفرحك، وثاني حاجه كتلقى بزاف ديال الناس مبليين بهذا الشارج، كتلقاه انسان مبلي مبلي بحال شي واحد مبلي بشي عاده، مبلي كيدخل تيك توك منصه كيدوز بها الوقت، كيتاكلو يديه كيولا كيصدق جاب البطاقه الشخصيه ديال البنكيه ديالو وكيصدق مدخل الكود مشارجي واحد 34000 ولا جوج سبوعة ولا ثلاثه من فلوسه الشخصيه، وكيلوح حال شي واحد في اللايف كيلوح حالو هكا، ما باغي حتى شي حاجه، لا يحلك في اللايف سبع هذا ما كان. دابا رانا القضيه ديال كبيسو، اشنو هي داك كبيسو؟ كبيسو ما كيربحو عليها حتى شي حاجه، فقط واحد الكلمه كيقولوها واخدينها من عند الخليج كبيسو، يعني شنو هي؟ هي فاش كتدخل انت لشي لايف وكتبقى تبركب صبعك في داك اللايف كيطلعوا لك واحد القليبات، هذوك القليبات كل ما داروها الناس بزاف كل ما كيطلع اللايف تراندو في الواجهه، وكل ما طلع في الواجهه كل ما دخلوا عنده الناس بزاف، هو تيبقى يقول لك كبيسو كبيسو باش كيقول لك زيدني الناس. رانا دابا غادي تقول لي فاش كتدخلك داك الفلوس كيفاش كتسحبها؟ سهله وبسيطه، فاش كيصيفطوك داك السبوعه وداك الشيء في اللايف انت قطعتي لايف، كتمشي سولد سولد كتلقى عندك داك السحب، سحب كيعطيوك ثلاثه ديال الطرق، كيعطيوك خانه كتعمر فيها سميت كنيتك الرقم البنكي ديالك ومسائل وهذا، كيعطيوك واحد الخانه كدير فيها النمره ديال لاكارت ناسيونال وسميتك وكنيتك على اساس تسحب من وافاكاش، وكيعطيك واحد الخانه تدخل فيها الباي بال ديالك، وباش ما سحبتي كيدوز لك، دوزتي البنكه كتمشي للبنكه، دوزتي الوافاكاش كيجي كود في نمره تليفونك باش دخلتيها تما باش كتمشي لكاش بلس كتعطيهم داك الكود كيعطيوك فلوس، درتي باي بال كيجيك في باي بال، ثلاثه ديال الطرق هادو معروفين باش كيخرج اي واحد فلوسه من تيك توك. ودابا وصلنا للهضره ديال المعقول، القضيه ديال اللايف يمكن لاي واحد يديرو يربح فلوس، ولكن واحد الحاجه الا ضاعت منك ما عندكش كيفاش دير تربحها، هي الكرامه ديالك. الا كنتي غتمشي في داك الاتجاه ديال انا سمكه ودير كوكوط في راسك ودير طنجره وتبقى تتغوت في السدادر وتقتل الزعفران والسكينجبير، ف الله يرحمك وصافي، تقدر تدخل الفلوس وترباح وتكون بخير والعاقه والافتخار، ولكن واحد الحاجه غادي طرالك ما غاديش نبغيها لك. الا كان الانسان بلا نفس ويقدر يصبر لهضره الناس، واحد الحاجه ما تبقاش تصبر ليها مستقبلا، هي الا كنتي غدير واحد الوليدات او واحد الفتره اللي غادي تشرف فيها، فالارشيف ما كيرحمش وكلشي كيبقى مسجل، ودائما الناس غيتبعوك بالماضي ديالك، فالا كنتي عندك واحد الضره النفس فراك غادي تتعذب وتحط راسك في داك الخديه وغادي تندم على ما فات. فواحد المثال بسيط، فتخيل انت كبرتي ودرتي وليدات وجاو عند ولدك المدرسه وقالوا ليه السلام خويا واش هذه امك اللي كتشطح هنا في التيك توك؟ شنقول لك ديك الساعه واش تشق بولدك الارض ولا انت تساق الخبر تشق بك الارض؟ واش ما غاديش تسها وتندم على داك الشيء اللي درتي؟ انا عارف دابا الفيديو يقدر يخرج فيه شي واحد حتى هو كيدير لايفات وكيطلع الزعفران، فيقدر يخالفني ويقدر يدير شي فو كونط ويكتب شي تعليق زعما كيهاجمني، يقدر يقول شي حاجه فيا خايبه، فانا عارف داك التقصيحه اللي كتكون عنده لداخل وداك الاحساس اللي دابا كنهضر عليه راه تيحس به، فلكن غير فرغوا فيا في التعليق ماشي مشكل، نقدر نستحملك خويا ولا اختي، الله يحسن لك العوان. وواحد الحاجه اللي ما كتبغيش تفهم لي انا بعدا هي هذوك اللي كيديروا عيالتهم محتوى، والو كان عيان بغي نفهم الدماغ ديالي كيوقف. وهذه واحد الرساله كنبغي نقولها لاي واحد كيبغي يدخل لعالم السوشيال ميديا، هذا الشيء راه كياثر على النفسيه بزاف، يعني فكر قبل ما دير اي خطوه، والانسان يفكر في المدى البعيد، ماشي غير في الربح دابا وندير العاقه ونتفطح، تقدر شباب ما تنساش تقول هانيه لهلا يقلب، كان كيجي واحد الوقت، الوقت ديال الجد، الوقت انت اللي براسك كتندم على شي حوايج درتيهم قبل، كتبغي تجمع راسك، كتلقى راسك ما بقى ما يتجمع، كتلقى راسك مدمر في واحد المجتمع ما كيرحمش، المجتمع علاش يدير لك بصبعانو مشيتي. فما نبغيكش توصل بداك النقطه ديال انك تنتحر بالنفسيه ديالك وتبقى عايش غير بواحد الجسد هكا تتوكلوا وتشربوا. المهم اخواني الكرام اللي قديت نقوله في هذا الموضوع هاني قلته، كنتمنى تكونوا استفدتم واحد النقط تكلمت فيهم. وبخلاصه ماشي عيب الانسان يحاول يبحث على راسه ويصوفي راسه ماديا، ولكن ماشي على حساب الكرامه ديالو. وحتى لهنا غادي نقول لكم واحد الدعوه لهلي تليها بينا والله يرزقنا ويرزقكم من فضله. المهم ما تنساوش واحد التعليق في الموضوع وشي لايك خفيف، مع تحياتي لكم والسلام عليكم.